طيب طالما هنبتدي بالاهلي، تحب تبتدي بايه بالظبط في ملف الاهلي؟ طبعا ان كل سنه والاهلي كلنا طيب بخير طبعا. وانتوا عملتوا حاجات كتيره حلوه، اهداءات لعيد الاهلي، وبعدين انا محضره هديه للاهلي الله في عيد ميلاده. الله. انا اخترت 4 تجوان، الاربع تجوان دول من احلى اجوان الخطيب الله يا عملهم. يا سلام. وهم مش 4 تجوان له، 4 تجوان هزه الشباك عموما. فدي هديه للجمهور الاهلي حبيبي، عشان انا من الجمهور ده. احلى 4 تجوان نشوفهم، خلينا نتابعهم كده يا جماعه لو جاهزين فعلا. يلا محمود الخطيب كان اسطوره صعبه تتكرر، نجم لمسته للكره مختلفه عن اي لاعب تاني. شفت الجول اللي فات ده اللي جاب تقريبا من نص الملعب، وكام مدافع كان موجود؟ قذيفه مدفع. عنده حاجه او من اللعيبه مهارات، جنب المهارات في كاريزما مش عند كل اللعيبه. خلينا نبقى برضو نتكلم بطريقه يعني صريحه، لا ما شاء الله مهارات، خبره في الملعب، حضور، كاريزما، يعني بتستمتعي وانت بتتفرجي فعلا اجيال ورا اجيال. وانت بختار على فكره جوال مش سهله، لا ده يدل على خبره. لا لا لا، دي بطولات، ده حاجه في المحله وحاجه في كيروس. طبعا بطولات. لا، ورجوعا للنقطه اللي كنتوا بتتكلموا فيها برضو، حته اكيد تفصيله التكامل الاخلاقي المهاري اللي طول عمر كابتن محمود الخطيب كان بيتميز بيه على الصعيدين الشخصي الانسان يعني وفي ارض الملعب، دي برضو حاجه ما حصلتش مع ناس كتير او ما حصلتش لناس كتير. فكونت في نهايه الامر شخصية استثنائية، يعني كلاعب استثنائي، كإنسان استثنائي، كإداري استثنائي. الحقيقة يعني كلام كتير ممكن يتقال في هذا الإطار، بس هدية جميلة منك. هدية جميلة. بس عايزة أقول لك، هي الحكاية مش هو بس استثنائي. لما هو يبقى بالأخلاق دي طبعا، إحنا كمان النادي بتاعنا كده ولاعيبتنا كده، ودي سلوك الأهلي وسلوك الأهلاوية. صح؟ لأن أنت بتكتسب منه كمان. وغير كابتن محمود، كابتن صالح سليم، يعني صح. كل حد جه الاهلي كلهم قدوه، خدموا بشكل يعني كافي، وخدموا بشكل فعلا محترم، وسابوا بصمه، واللي جه بعدهم كل واحد بيكمل الدور اللي قبليه كان شغال فيه. ف 115 سنه كل سنه واحنا جميعا بخير. وعايزين بالزبط. نتكلم عن الجماهير برضو، لان الدعم الاساسي والرئيسي لجيل ورا جيل. احنا بقى شفنا ولما يبقى كده جمهور جميل كده بتفرق يا جماعه برضو، مش اي حاجه. بقالك سنين قد ايه بتروحي؟ كنت كمان تحضري ماتشات؟ انا كنت بروح، انا عايزه يعني بقى افريقيا وبطولات افريقيا. كنت بتسافري ورا النادي؟ وفي الاستاد. يعني وبتروحي عادي ولا بيهمك؟ واعمل العلم وبتاع والبس احمر وما بقعدش في مقصوره ولا بتاع، قاعده في وسط الجماهير الحقيقيه اللي احنا مفتقدينها. مواصفاتهم ايه بالمناسبه؟ لان كلمه الجماهير الحقيقيه دي بتاخد الذهن كده. الجماهير الحقيقيه اللي بتعرف تشجع، اللي بتهز كده الاستاد، مش جماهير السوبر ماركت. انا مسميه الجماهير البسكوتات دول يعني جماهير السوبر الكلام ماركت. ده الاجيال الاجدد. لا مش ولا الأجداد. عشان السوشيال ميديا برضو غيرت من اليه التشجيع. لا هو الدواعي امنيه، انت قافل وبتختار الناس وحاجات كده علشان الظروف اللي حصلت. لا انا بكلمك على كواليتي المشجع ذات ما هو كواليتي اختلف يعني. لا جمهور الكوره هو في العالم كله. يعني لا يختلف عن مصر واوروبا وبتاع. لا بالعكس، ده يمكن في اوروبا يعني في تعصب وشماريخ وبتاع واكتر مننا، وضرب وقتل وناس وكل بتموت حاجه يعني حاجه صعبه. طبعا هي الكوره كده.